اهلا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا الحواريه الاولى في البيت الكبير مع اسطوره من اساطير النادي الاهلي على المستوى الدفاعي، تقدر تقول صخره دفاع قبل لقب ما يروح لوائل جمعه. زي ما بقول لحضراتكم، اجيال بتسلم اجيال. معانا اسطوره كبيره على المستوى اللعب، على المستوى الاخلاقي، قدر يكتب اسمه من حروف من ذهب في سجلات وتاريخ النادي الاهلي. بنرحب انا وحضراتكم بالنجم الكبير الكابتن ماهر همام. مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير هاني، نورنا يا كابتن في البيت الكبير. ومتشكر طبعا المقدمه الجميله دي. ده ازاي يا كابتن؟ هتخلينا ننزل نلعب بقى؟ لا يا ريت والله ننزل نلعب. يا ريت اخد هاني معايا ونبدا نروح على تنزانيا على طول. وانا هشجع كابتن. منورنا. مساء الخير استاذ جدا. ربنا يخليك يا رب. النهارده بنتكلم لسه بتقول لنا مباراه صعبه. مش هينه. لا طبعا. قول لي صعوبتها بتكمن في ايه غير الاجواء؟ احنا كلنا تعرفنا على اجواء تنزانيا، عرفنا ان فيها حر شديد، رطوبه، الملعب الحمد لله طمنا عليه زميلنا شريف شعبان هناك. عايزين نتكلم عن الصعوبه الفنيه التي سيقابلها فريق النادي الاهلي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنطمن على لعبتنا وعلى اللي بيحصل، والحمد لله رب العالمين. يعني من خلال التقارير الجميله اللي انتم بتقدموها، كل الجماهير الاهلاويه اطمنت على الفريق وعلى الاجواء اللي موجوده في نعم. تنزانيا. الملعب والرطوبه والجو الحر وانا شايف ان ده كله ان شاء الله باذن الله مش هياثر على نجومنا الكبار اللي هم شرفونا طبعا في كاس العالم للانديه وحصلوا على المركز الثالث. وكمان احنا عندنا بقى باع كبير جدا في افريقيا، خصوصا ان احنا معانا جهاز فني من قلب افريقيا، يعني مستر موسيماني ورجالته موجودين في 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 المدرسه دي، في في الاجواء في الاجواء دي بشكل كبير. طبعا بيتكلم بلغتهم بالظبط. وقابل تنزانيا يمكن في مشواره اكتر من يمكن من 10 مرات يعني. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتطمنا احنا كجمهور وكفنيين، ان الاعداد التحليل الاداء، ويمكن هاني اشتغل في الجزئيه دي بشكل كبير، سهلت على الاجهزه الفنيه وسهلت على اللعيبه انك انت بقى عندك مطبخ بشكل كبير بيجيب لك كل الاجواء اللي موجود عليها تنزانيا وسيمبا وادائهم وشكلهم وقوه الهجوم اللي عندهم والضعف اللي موجود عليه الفريق. والاعداد ده سهام يا هاني بصراحه من ضمن المكاسب اللي احنا كسبناها في بطوله العالم للانديه. يعني الاعداد اللي حصل كمان في مصر اللي احنا وصلنا لجمهورنا، قدرنا نحلل الثلاث فرق اللي كانوا موجودين في كاس العالم للانديه تحليل يعني رائع احنا هنا، وحتى كمان المحللين الجهاز اللي موجودين مع مستر موسيماني. فبقى الدنيا واضحه والدنيا متشافه بشكل كبير، وده احنا بنسميه بلغه التدريب الاعداد الذهني والاعداد النفسي. عشان اجهز الفريق انه يقابل سيمبا في عقر داره في وسط 30,000 متفرج زي ما هم بيقولوا. فاكيد 15 يا كابتن او 15 خلاص النهارده كاف حدد. طيب احنا عندنا الحمد لله المقاومات والدوافع والخبرات والبطولات الحمد لله اللي اتسلحنا بيها. فانا شايف ان الجيل ده بيحفر اسمه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي زي الاجيال اللي قبل كده، ويمكن كمان ان شاء الله يتفوق في خلال الفتره اللي جايه. هم طبعا عندهم مدرب اشتغل في مصر هنا مع النادي الاسماعيلي، اشتغل مع المريخ السوداني، اشتغل مع البني الاثيوبي، اشتغل كذا محطه من المحطات الافريقيه بالظبط. فطبعا اكيد من ضمن الحاجات اللي هم هتساعدهم لما يبقوا مدير فني اشتغل مع الاسماعيلي هنا في الكره المصريه، اكيد قابل النادي الاهلي قبل كده وقدر يحلل النادي الاهلي بشكل كبير. فدي برضك من ضمن الصعوبات اللي هتقابلنا لما مدير فني عنده رؤيه بهذا الشكل وعنده تحليل عن اداء النادي الاهلي، اكيد هيحترم النادي الاهلي، وده اللي هيقلقنا. الاحترام اللي هتقابله سيمبا في النادي الاهلي ممكن يدخلهم في الاجواء بشكل كبير، لكن لو حصل نوع من زي ما هم بيقولوا لازم نكسب النادي الاهلي ولازم نعمل مباراه جيده، احنا محتاجين كده. محتاجين ان هم يفتحوا لنا خطوطهم بالظبط. بنتكلم على الاندفاع من اول بالظبط. هو وارد يا كابتن طبعا وهناقش حضرتك فيها، لكن تعتقد ده يعني فوزهم على فيتا كلوب اداهم نوع من انواع الثقه، اداهم نوع من انواع كمان الطموح ان هو يصعد مع ان شاء الله مع النادي الاهلي لدور الثمانيه.
هل مباراة فيتا كلوب هتأثر، ويمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال على المباراة فنيا، يعني الطموحات على المستوى، فوز كل فريق دلوقتي عنده 3 نقاط بتنعكس على الأداء الفني داخل الملعب؟ أكيد هاني هتنعكس عليه بشكل كبير، أنه هو برضك عنده 3 نقاط وكسبان خارج ملعبه، وأول مرة يكسب فيتا كلوب خارج ملعبه، وحتى السيستم اللي لعب بيه هاني، يعني أول مرة نشوف فرقة أفريقية لعبت زون ديفنس، رجعت نص ملعبها وبدأت تضيق الخطوط على فيتا كلوب واعتمد على الحاجات المرتدة بالضبط اللي قدر يخطف منها هدف، فده نوع من التكتيك يحسب للمدرب. يعني المدرب هو الصنايعي، هو الأسطى اللي بيبدأ يشكل هذه التشكيلات. يعني فالنهاردة هنقابل سيمبا المتغير، عنده بعض اللعيبة وبعض الجبهات المميزة داخل خطوطه الثلاثة، منها الباك ليفت اللاعب الدولي افتكر اللي هو محمد حسين، وعنده الجبهة بتاعت لويس كمان، لويس بالظبط، فدي جبهة واضحة قوي ان هي جبهة الشمال بيعتمدوا عليها بشكل كبير جدا في اختراقاتهم، في مهارتهم، في سرعتهم، فدي برضك 1000000% احنا عاملين حسابنا على الجبهه دي ازاي، واحنا معلش الكوره محمد هاني بالظبط بالظبط تحت اليمين بتاعتنا، يعني محمد هاني ان شاء الله هيبقى موجود، وطبعا المساعده من قدام حسب ما هيلعب بقى، اذا كان هيلعب كهربا او هيلعب هنيجي للتشكيل ونشوف رؤيه حضرتك. فدي جبهه من ضمن الجبهات وضحت قوي في مباراه فيتا كلوب ان هي مؤثره بشكل كبير، وبيستعملوا الجبهه دي في اختراقاتهم في مباراه فيتا كلوب في نص ملعب فيتا كلوب. وبعدين عندهم راجل بردك بلي ميكر في نص الملعب بيقدر كمان يعمل الشيفت مع لويس، ده يخش جوه وده يطلع لبره، يعني واضح ان في جمله بتتعمل بشكل كبير. يعني تجديد الدماء ده في سيمبا النهارده بيدعم صفوفه ب5 لعيبه برضو، افتكر منهم يعني مهاجم، يعني كل وسائل الاعلام بتتكلم على مدى قوته، يفرق مع الاهلي يعني يخلينا نحذر من ايه؟ راس حربة طبعا يعني قوي وطويل وسريع وبيجيد ألعاب الهواء، وسهام الدوافع اللي موجودة عندهم لازم نقابلها بنفس الدوافع، لأن هم في وسط جمهورهم وعندهم دوافع أن يكسبوا النادي الأهلي، وزي ما أنت قلت يعني مجددين ب3-4-5 لعيبة مؤثرين، وهو يهمه جدا يطلع بنتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، فانا احساسي انه مش هيغامر. طبعا يطلع نتيجه ايجابيه برضو من خلال خبرات حضرتك، وانت لعبت في الاجواء الافريقيه كبير مع فارق طبعا العصور والاجيال، لكن اعتقادك بدايه اول ربع ساعه، دايما اول ربع ساعه بتحدد شكل المباراه رايح لفين. حضرتك تفتكر على المستوى الفني، هل سيمبا هيبدا اول ربع ساعه ضاغط من قدام، بيستغل وجوده، بيستغل فوزه على فيتا كلوب، بيستغل الجماهير انه يضغط على النادي الاهلي، ولو عمل كده وجهه نظرك الفنيه يقابل النادي الاهلي يقابل ده ازاي؟ بص يعني بوجود جماهير فده هيحصل، يعني الجماهير هتفضل تشجع من بدايه المباراه، في التسخين في الستارت الاولاني هيبداوا يشجعوهم على اساس انه يهاجموا على النادي الاهلي في اول ربع ساعه، يقدر يخطف جول يعني تدخلوا في الاجواء. فدي ورده بشكل كبير، يعني حتى كمان عايز اقول لك حتى تعليمات المدير الفني احساسي كده ان هو من البدايه لازم نضغط على النادي الاهلي، نحسسهم ان احنا يعني جايين، احنا عايزين ناخد ال3 نقاط، موجودين، ندي بطل القرن بطل القاره، دوافعهم بتزيد في اللقاءات اللي بالشكل ده، فمطالب احنا حتى يمكن وانت كمان من ضمن الناس اللي اشتغلت في افريقيا مع المنتخب كنت بتقول للاعبتك لازم نحافظ على الربع ساعه الاولى، بيبقى في سيناريو محطوط للمباراه منها الربع ساعه الاولى دي اللي هي اخطر ربع ساعه بتعتبر من بدايه المباراه اللي هي بالظبط بيبقى فيها ان انا عايز اخد كل كوره، انا اللي عايز يبقى انا عندي الاصرار والعزيمه ان كل كوره اشترك فيها اقطعها، كل كوره احاول اتدخل فيها اخدها، خطوط الثلاثه بتبقى قريبه من بعض في اول ربع ساعه، ما يحصلش بعد يعني خط بعيد عن الثاني على اساس ما يبقاش في ثغرات بالنسبه لنا، في نفس الوقت الربع ساعه دي بتدي لك ثقه هاني، وانت بتقطع وانت بتدافع على مرماك، كل ما بتقطع وبتسلم لعيبتك انت بتاخد ثقه وهو بيفقد ثقه، فالربع ساعه دي مهم جدا. سامع على موضوع ان ممكن نكسر الحته دي بموضوع ان احنا اكيد بندافع كويس، لكن عمليه الاستحواذ بالظبط ان انت الكوره في رجليك بوقت اكتر، انك حتى
تبادل، اكيد ان شاء الله الاهلي يبادل الهجوم، لكن عمليه الاستحواذ على الكره وان احنا نجر هذا الحماس وهذا الاندفاع بان هم احنا اللي نفرض الريتم بتاعنا اللي هو نقل الكره ما بين الرجل للرجل، ما نخسرش الكره كتير عشان ما نديهمش فرصه كمان ان هم ياخدوا الكره ويلعبوا كور طويله. فده ممكن وارد جدا ان شاء الله، وده يكون سلاحنا ان احنا الفتره الاولى كنا في استحواذ كويس، وفرص هجومنا ان شاء الله في الربع ساعه الاولى ممكن تكون كبيره يعني. ودي هاني بتعتمد على الكره الثانيه، تمني نقول الكره الثانيه وانت بتدافع وانت بتهاجم، وانت زبوط. بتدافع الكره الثانيه يبقى لازم نص الملعب قريب من خط الظهر عشان وانا بقطع يقدر اسلم، اذا كنت هلعب باثنين او هلعب بثلاثه يبقى هنا زي ما انت بتقول الكره الثانيه بالاستحواذ، وبعدين نبدا ننقل على نص ملعب نبني. فدي مهمه جدا، الكره الثانيه مهمه وانا بدافع ان ازاي يبقى خط النص قريب من خط الظهر، لان خط الظهر بينط او بيطلع فعايز يطلع على بالظبط على نص ملعب موجود يقدر يستلم منه، لان لو ما حصلش كده هنفضل يعني مضغوطين، وده اللي احنا مش عايزينه. مش عايزين نقربهم كمان من حاجات ال 18 بقى الفاولات والكورنر والحاجات اللي هي ممكن تبقى مؤثره علينا بشكل كبير يعني. المباريات دي لما كان موسيماني حتى بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي عقده كان بيتكلم عن ان او قارن المباريات اللي بتحصل في دوري ابطال افريقيا بالمباريات اللي خاضها في كاس العالم للانديه. يمكن اكيد طبعا المباريات اللي خضناها في كاس العالم للانديه كانت اصعب، لكن هنا برضو بتكمن صعوبه في مباراه بكره على الاقل. احنا عندنا حد من يعني اكيد واحد من الفريقين بكره عايز يتصدر المجموعه، ودي مواجهه في قمه الصعوبه كابتن ماهر. بس انا فاهمه من كلام حضرتك انه سامبا التنزاني بيتسلح باسلحه اخرى غير اللعيبه، غير الخطه اللي بيعتمد عليها بكره بشكل كبير، فده يفرق معانا، يفرق مع النادي الاهلي، ممكن يعني يقلق. اكيد زي ما قلت لحضرتك في الاول انه عنده مدير فني، ومدير فني عنده خبرات بالكره الافريقيه وكورتنا في مصر. فاكيد لما بتبقى موجوده الخبرات في المدير الفني بيقدر يوصل للعيبه المعلومه، يعني بيقدر يساعده. هو كمدير فني بره رقم 12، لاعب رقم 12، فبيبدا ينقل تعليماته من الاداره الفنيه للاعبين في حاله الدفاع، ازاي ينظمهم في حاله الدفاع، وفي نفس الوقت كمان هو عارف مفاتيح لعب النادي الاهلي في الثلث الاخير في الخطوره اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي، فبيضطر بقى ان هو يبدا ينظم خطوطه الثلاثه في نص ملعبه، ويبدا يراقب مهاجمي النادي الاهلي ان هو عنده مشكله كمان في خط ظهره. عنده قلبي الدفاع، واحد 34 سنه والثاني 28 سنه، وبعدين هم اجسامهم كبيره بيجيدوا العاب الهواء، لكن الحاجات اللي فيها على الارض الحاجات العرضيه عندهم مشكله حتى في الباكين، يعني هم مشكلتهم في الاربعه اللي ورا في الحاله الدفاعيه. واحنا طول عمرنا احنا عارفين، طول ما احنا عايشين في افريقيا طول عمرنا عارفين ان اضعف خط في افريقيا هو خط الظهر، مهما كانوا من مستوى ومهما كانوا من خبرات، لكن بالظبط لكن يعني التمركز بالنسبه لهم مشكله، بيسرحوا. الرقابه نفس الكلام، التغطيه والميلان ضعاف، ساعات بيسيبوا مساحات بينهم ومن بعض، بيقفوا على خط واحد، يعني اقل الخطوط في الفكر والتنفيذ خط ظهر سيمبا، لكن نص الملعب عنده لعيبه بتعرف تقطع، عنده لعيبه مهاريه بتقدر تبني هجمه، عندهم سرعات كمان قدام. يعني يمكن الفكره في عمليه السرعات في الخط الامامي ان شاء الله ما تكونش مشكله النادي الاهلي، لان عندنا خبرات كبيره وحضرتك عارف، وخلال المباريات الكبيره والمشوار الكبير في البطولات الافريقيه عرفنا يمكن ان السرعات ليها شكل تكتيكي معين من ناحيه التغطيه العكسيه، من ناحيه المراقبه، من ناحيه الكره الثانيه زي ما حضرتك اتكلمت. لكن الجزء كمان المهم ان جوميز خلاص بقت الدنيا كلها كتاب مفتوح بالنسبه لاي محلل فني ممكن يحلل طريقه النادي الاهلي. الميزه او يمكن اللي بيعرف فريق النادي الاهلي بيعرف الديتيلز الصغيره، يعني بيعرف امكانيات اللعيب الفرديه المهاريه دي ما بتظهرش يمكن في التحليل الفني، لكن جوميز عارف مثلا قدرات بشكل كويس عمرو السوليه، عارف قدرات كهربا، الصفات الشخصيه دي بتبقى معروفه، دي هتنعكس وهيوصلها، يقدر يوصلها في الوقت القصير ده للعيبه سيمبا انها ممكن تعمل عامل ايجابي بالنسبه له وعامل سلبي للعيبه النادي الاهلي. انا شايف هاني هو في صعوبه عليه، هو بيقابل بطل قرنه الثالث العالم، الدروس اللي خدها موسيماني وجهاز الفني واللاعبين من بطوله كاس العالم للانديه
استفدنا منها بشكل كبير جدا. فاكيد موسيماني بيبدا يحط الحاجات اللي اتعلمها في هذه البطوله واللي استفاد منها بشكل كبير جدا من ناحيه السلبيات اللي ظهرت او من ناحيه الايجابيات اللي كانت موجوده. فالنهارده هو عامل حسابه ان النادي الاهلي يعني بيمثل خطوره في كل خطوطه. يعني النادي الاهلي عنده ثبات في حراسه المرمى، عنده ثبات في خط الظهر، عنده ثبات في نص ملعبه، ببعض الاستثناء في الخط القداماني بعض التغييرات اللي حصلت. لكن برضك موسيماني بيحاول يقرب لثبات الجزء ده عشان يبقى عنده فريق كامل. ثبات الخط الدفاع بقى شيء يعني واضح، واضح. اعتقد لكن هاخد من راي حضرتك، وقبل ما نقول حتى فكره حضرتك للتشكيل دلوقتي، السؤال ايمن اشرف باك شمال ويلعب محمود وحيد. يعني لو ايمن لعب باك شمال هيلعب ياسر ابراهيم جنب بدر بنون. طيب الفكره نلعب محمود وحيد، ويمكن عمل مباراه جيده المباراه اللي فاتت، ونخلي ايمن اشرف وبدر بنون، ولا حضرتك شايف دي ازاي؟ يعني نبدا بايمن اشرف سيرد باك عادي جنب بدر بنون وندي فرصه لمحمود وحيد، ولا نطلع ايمن اشرف باك شمال ويبقى ياسر ابراهيم موجود مع بدر بنون؟ بص يعني هو طبعا مستر موسيماني هو يمكن ادرى واحد بالجزئيه دي في حته هو مش عايز يلعب. هو اهم حاجه عند المدير الفني الثبات في الخطوط الثلاثه. لما يبقى انت عندك حارس مرمى ثابت وخط ظهر ثابت نص ملعب ثابت وبتحاول تثبت الحته القدمانيه، فده بيبقى مكسب كبير جدا عشان يوصل للكره اللي هو عايزها، الكره الحلوه الجميله اللي فيها البساطه واللي فيها الضغط لما الكره تتقطع. انا شايف اللعب كتير قوي، احنا لعبنا في الحته دي كتير قوي في حته قلب الدفاع، يعني محمود متولي وسعد سمير ودخل ياسر وبعدين دخل ورامي وبعدين وعملت لنا خلل، حتى الناس كانت بتبقى قلقانه جدا بالجزئيه دي. فالنهارده لما وصلنا للثبات بدر بنون وايمن حصل ارتياحيه. يعني انت عارف احنا لما نلعب مع بعض فتره كده بناخد بنفهم بعض. هاني بيحب يراوغ فانا هستنى هاني وراه، هاني بنط يبقى انا هغطي تحتيه، انا بنط يبقى هاني. فحصل نوع من الاندماج اللي احنا كنا يعني بنبحث عليه بشكل كبير. فبيبقى ايمن اشرف انا في رايي وبنون، ايمن وبنون محمود وحيد باك شمال ومحمود وحيد باك شمال. وممكن برضك يكون بيفكر ان ايمن يروح وياسر يجي على اساس ياسر يجيد العاب الهوا برضك، ويعني خد في المباراتين اللي فاتوا هيفرق معانا برضك في الكرات الطويله، الكرات اللي فيها كورنر، الكرات الثابته يقدر يتعامل مع المهاجم الطويل القوي ده. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بفكر فيها. قيمت محمود وحيد ازاي امام المريخ؟ لكن انا في رايي انا عايز ايمن يبقى ايمن على صاحب قدرات دفاعيه خاصه جنب لكن جنب لكن محمود تالق برضه وبدر بنون وياسر ابراهيم. يعني انا عايز ايمن يطلع على الطرف، يعني ايمن يطلع بتفضل ان ايمن يشارك كباك شمال بالزبط. وياسر ابراهيم جنب، لان برضك هم عندهم الجبهه بتاعت ايمن دي يعني تنظيميا في الدفاع مش بالقوه، مش بالقوه دي. فنقدر يبقى احنا عندنا جبهه نقدر نخترق من خلالها بشكل كبير جدا وتبقى مؤثره على سيمبا، وفي نفس الوقت الجبهه اليمين اللي احنا قلقانين منهم لويس ومحمد حسين ده يبقى احنا عندنا تريز شويه. طيب. يعني هدوء بالنسبه يعني لهاني، محمد هاني ما يغامرش شويه بالهجوم، احنا مأمنين راجل عنده سرعات ومهاره. فيبقى محمد هاني قاعد مستنيه، واخد بالك، يقدر يمنع كل المميزات اللي ربنا مديها له من بدايه المباراه، فيبقى في تأني من الناحيه دي. ونقدر الجبهه بتاعت ايمن اشرف مع اللي هيلعب اجايه نقدر نخترق من خلالها بشكل كبير جدا وتبقى مؤثره على سيمبا. محمود وحيد قيمته ازاي قدام المريخ يا كابتن؟ محمود وحيد لعب كويس بس هو بقى له فتره يا عيني ما بيشاركش، يعني موضوع الاصابات. شارك المباراه الاخيره، شارك محتاج انه ياخد. بس احنا النهارده عندنا مباراه خارج ملعبنا، ويمكن هاني عارف بتبقى محتاجه لعيبه تحتمل المفاجآت، لعيبه بتجمع بين الدفاع وبين الهجوم، يعني عندها الواجبين، واخده بالك يا سام؟ فالنهارده يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه على ايمن اشرف عنده المقاومات دي الدفاعي والهجوم، يقدر يدافع بشكل كبير وبعدين يقدر يهاجم بشكل كبير. محمود وحيد عايز مباريات، عايز وقت. فالنهارده ممكن اخد محمود وحيد في مصر في ملعبي
يعني ياخد ثقة ويبدأ يشتغل و لكن الملعب الخارجي اللي فيه الضغط بقى، اللي فيه جماهير وفيه فرقة عايزة تنافس مع النادي الأهلي وعايزة تاخد بونت وعايزة تكسب المباراة، يبقى لازم اعتمد على اللعيبة اللي عندها النقطتين، اللي هو يدافع بقوة مظبوط في وقت الدفاع، وبعدين لما بطلب منه وقت الهجوم يقدر يهاجم بشكل كبير جدا، يعمل له كروسات بأريحية. وحتى على المستوى البدني خلينا نتكلم كمان على المستوى البدني، محمود وحيد قدم مباراه كويسه لكن المباراه كانت في القاهره، اجواء مختلفه، كنا بنلعب بالليل، محمود وحيد ما كانش عليه طرف يمين ضاغط عليه بشكل كبير، فلعب بأريحيه شويه. عمليه كمان لياقه المباريات بتحتاج زي ما حضرتك بتقول يعني تواصل وعندك وقت. لو جينا يعني وزناها نلاقي لا ايمن اشرف على المستوى البدني ما شاء الله يقدر يعمل الحته دي كويس، دفاع وهجوم بشكل كويس، على مستوى كمان الضغوط والاجواء ايمن اشرف عاش ده اكتر شويه من مع محمود وحيد بالزبط. ان هو عنده خبرات افريقيه اكتر من خلال النادي ومن خلال المنتخب، فانا بتفق معاك في الجزئيه دي، ولكن يبقى طبعا الراي الفني لموسيماني والشكل اللي هيلعب بيه لموسيماني والجو كمان يا هاني، احنا عارفين ان في رطوبه عاليه وبعدين في حراره فهتأثر، ممكن يعتمد على اكتر من هتأثر انا عايز اللعيب الفت اللي جاهز اللي رجليه موجوده في الملعب وبيأدي بشكل جيد. طيب. ده راي احنا بنقوله طبعا، لكن طبعا مستر موسيماني هو صعب الكره الاول والاخير. خط وسط الاهلي يلعب بثنائي باثنين ثنائي وصانع العاب اللي هو قفشه، ولا يعمل بقى موضوع الارتكاز الثلاثي ده في الملعب؟ والله انا شايف يعني الاثنين الارتكاز مع قفشه بيعملوا لنا اجواء جميله جدا. وبعدين كمان عايز احيي اكرم توفيق، لان اكرم برضك بدا يخش وينافس ظهر قوي مع الثلاثي القوي الجميل ديانج وحمدي فتحي والسلاي، فبقى رباعي، فحاجه تبسط المدير الفني مستر موسيماني، يبقى انت عندك اثنين بيلعبوا واثنين بدلاء ليهم. لكن طبعا قفشه لا غنى عنه في المباراه دي، انا شايف الملعب شكله كويس وواسع ومحتاج ان يبقى عندنا يعني بلي ميكر يقدر يعني يستلم من نص الملعب ويقدر يوزع للمهاجمين بشكل جيد، فانا شايف ان قفشه ممكن يكون موجود بصفه اساسيه في بدايه المباراه. زي ما انا بتفق برضو مع حضرتك في وجود قفشه، وخاصه قفشه كمان بقى هو صاحب الريتم، يعني هو اللي بيهدي الريتم ويسرع الريتم، والمباريات الاخيره كمان قفشه بيخش ال 18 وبيحرز اهداف، حتى على تاثير الايجابي على المرمى بقى ليه تاثير ايجابي. طيب الاثنين اللي لعبوا بقى، يعني في عندنا زي ما بتقول الاربعه ما شاء الله، عندنا اربعه كويسين قوي في خط الوسط، اختار لنا اثنين من الاربعه دول، ديانج فتحي ولا ديانج السوليه ولا السوليه فتحي ولا السوليه. انا شايف ديانج رقم واحد لانه راجل افريقي زيهم واخد بالك ومطلوب في الحاجات اللي بالشكل ده، وانا شايف فتحي كمان يعني قريب من الاشتراك من البدايه، والسوليه يبقى موجود يعني نقدر نضيف السوليه بعد كده، او العكس صحيح، السوليه وحمدي يبقى مريح، هما الاثنين دول، لكن ديانج رقم واحد، والاختيار بين الاثنين دول يا فتحي يا السوليه. يعني امبارح كابتن علاء نبيل علق على يعني عدم مشاركه ديانج هو ومحمد شريف في المباريات الاخيره للاهلي، وكان يعني بيتساءل يعني هو ديانج ومحمد شريف كان مش عارف هم قاعدين ليه يعني ما شاركوش في المباريات الاخرانيه. تعليق حضرتك عليها على الجزئيه دي ايه تحديدا، وبعدين نكمل باقي تشكيل الفريق. انا بضم صوتي للصوت علاء يعني محتاجين الاثنين دول يبقوا موجودين وبصفه اساسيه، لكن زي ما قلت احنا بنقول، لكن هو مستر موسيماني صاحب القرار الاول الاخير في حته مين يبدا ليه عمل كده. ما هو بعض الكوتشات او بعض المدربين بيبقى محتاج بردك الدك اللي تقدر تصنع الفارق قويه بالظبط فهو عنده الحمد لله رب العالمين عنده من اللعيبه اللي يقدروا يصنعوا له فارق في اي وقت. فالنهارده احنا مش قلقانين مين يبدا، لان احنا بقى عندنا ثقه في اولادنا بشكل كبير جدا في 25 لعيب بصراحه يعني. فالنهارده يعني احنا وصلنا بدرجه ان بقى عندنا دقه قويه جدا جدا، وبعدين الدقه القويه دي كمان يعني اللي جوه اللي بيبدا بيعمل حساب للي بره، فبيضطر ان هو يعني يموت نفسه بلغه الكوره يحفزه من بالظبط عشان هو اللي يكمل المباراه. في منافسه شريفه بين اللي جوه واللي بره،
فدي برضك من ضمن الحاجات اللي عملها الجهاز الفني بشكل كبير. فاحنا كلنا بقى عندنا ثقه، اي حد يبدا في المجموعه دي احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اكيد، وكمان عندنا ثقه كمان في الفوز خارج الارض. يمكن الفوز خارج الارض بدا من مباراه، حضرتك تفتكر مباراه قبل النهائي امام الوداد بالظبط، كان في فترات طويله النادي الاهلي يمكن خارج الارض بيعمل مش هقول نتائج سلبيه لكن نتيجه ما بيفوزش كتير. جت ثقافه الفوز خارج الارض دي بدايه من الوداد وحتى في الدور التمهيدي مع سونيديب في النيجر كسبنا، ليها تأثير حتى على العامل النفسي لما موسيماني يتكلم مع لعيبته، لا احنا مش جايين نتعادل، احنا جايين نكسب. وده شيء مهم كمان ان اللعيبه تكون عندها هذه الثقافه، هينعكس ده على المباراه من خلال المباراه ومن خلال المواقف الصعبه داخل المباراه. يا كابتن اكيد يا هاني، احنا بالنسبه لنا دي الثقافه اللي فعلا مستر موسيماني بيحاول يعني يزرعها في لعيبه النادي الاهلي بالمقاومات اللي احنا موجودين عليها، صحيح بطولات ولاعيبه بيمثلوا منتخب ومحترفين على اعلى مستوى، لا المانع لازم نكسب بره ملعبنا، ودي بصراحه يعني كمان بتدي لك ارتياحيه بعد كده انك انت خارج ملعبك لما بتكسب فبتبقى بتحبط كل المنافسين اللي حواليك. مظبوط. طب هنعمل ايه مع النادي الاهلي؟ ودي المشكله اللي بيعيش فيها سيمبا دلوقتي، هو قلقان جدا جدا من النادي الاهلي، قلقان جدا جدا من النادي الاهلي، هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيمسك مين؟ هيضغط على مين؟ هيرجع نص ملعبه ولا هيضغط من قدام؟ طب انا لو ضغطت من قدام فملعبي في نص ملعبي هيتكشف، النادي الاهلي عنده سرعات وعنده مهارات. وسيمبا كمان ده بيتميز بالسرعات، وده اللي بيخلينا نقول انه يجب على الاهلي احراز هدف بدري. هو لما بيخش نص ملعبنا خلاص ففي مساحه نقدر نشتغل فيها بشكل كبير، فهو هو عامل حسابه كمدير فني، عامل حسابه لكل الحاجات دي. لو انا يبقى لازم هنا التريز بقى، المدير الفني الذكي، انا عايز اطلع من الجيم ده يعني شعارات بقول هكسب وهدافع وجمهور لكن التوازن في المباريات الكبيره بالشكل ده بترجع لشخصيه المدير الفني. النهارده انت بتقابل نادي القرن، بتقابل بطل افريقيا، بتقابل بطل ثالث العالم، ليه حسابات اكيد. طبعا فانا همسك مين ولا امسك مين ولا امسك مين وهضغط على مين ولا مين ولا مين، فهو التريس هنا. النادي الاهلي اي فرقه هتبدا تفتح خطوطها عليه هتضرب واحد واثنين وثلاثه، يعني النادي الاهلي عنده من الامكانيات ان يقدر يجيب جول واثنين وثلاثه. بس ده صعب على الاهلي كمان اكتر يا كابتن ماهر، انا بشوف كده، يعني دايما يقول لك الوصول الى القمه سهل، لكن ان انت تحافظ على الصداره وان انت تتربع على عرش القمه ده شيء في منتهى الصعوبه. فافتكر انه يعني زي ما كنا بنتكلم كده في الانترو من شويه، عندنا مباراه صعبه جدا، كل واحد عايز يبقى بطل المجموعه، عايزك تقيم لي كمان المجموعه بعد شويه، لكن بخلاف الجو، بخلاف الملعب، بخلاف الحشد الجماهير اللي هيحصل من قبل سيمبا، انت عندك مسؤولية وتحدي كبير ان انت بطل القارة، يعني هو ده تحدي اكبر من كل التحديات الاخرى. صح يعني بالظبط. احنا عشنا في الاجواء دي، ما هو سبحان الله يعني النادي الاهلي ربانا ورب الاجيال كلها على البطولة، على المركز الاول، على الانتصارات، كل بطولة بناخدها بتقفل ملفها ونبدا نركز في البطولة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. يعني النهاردة احنا مخلصين ثالث العالم، الناس قالت لك العشرة. يعني صح. فضغوطات عيني على اللعيبة بشكل كبير، وده يعني سنة الحياة بقى. قدرهم. وقدرهم انك انت بتلعب في أكبر نادي في الشرق الأوسط ونادي بيصارع يعني الأندية العالمية. وانا قلت كذا مره وبقرر ويمكن قلت هنا في البرنامج ان احنا في الجنه في الارض اللي فيها النادي الاهلي، فالنهارده اللعيبه دي اللعيبه دي بتعيش احلى ايام حياتها. يعني لو الزمن يرجع بينا تاني ويمكن هاني عارف مش عايزين نبطل، صحيح عايزين نلعب دلوقتي. عايزين نلعب على طول ونستمر ودي حلاوه النهارده فريق النادي الاهلي بالجهاز ده، انك انت كل 3 ايام دي اسعد حاجه للعيب كل 3 ايام نلعب يعني. بس كل 3 ايام دي برضو يا كابتن لو اتكلمنا على النادي الاهلي في خلال، يمكن نتكلم على الشهر الاخير بعد ما رجع من كاس العالم للانديه بعد 3 مباريات، اعتقد على المستوى البدني، نتكلم على المستوى البدني، كان يعني وصلوا لقمه المستوى البدني، كان في نوع من انواع الاجهاد اللي قاله موسيماني انه بيخش بعديها على طول على بدايه المشوار العشره، وبعدين رايح على اجواء صعبه.
عايز اتكلم مع حضرتك على السيناريو التقسيم على المستوى البدني. ساعات يقول لك طيب احنا ازاي نحافظ على هذا المستوى البدني ان النادي الاهلي مجهد، ما فيش شك لعيبته مجهده، انك تلعب 90 دقيقه في الاجواء ديت في الحر والرطوبه، انك تقسم مجهودك على 90 دقيقه ديت، دي كمان اعتقد مهمه جدا جدا في مباراه ان شاء الله يوم الثلاثاء. هو شاطر يا هانف دي مستر موسوماني، شاطر في الجزئيه دي. أيوة. هيقسم اجواء المباراه زي ما انت قلت، عامل الرطوبه والحراره وفي نفس الوقت كمان خد بالك الاستشفاء الطبيعي بالنسبه للاعب. كل ما اللعيب بيحافظ على نفسه، كل ما اللعيب بيتغذى كويس، كل ما اللعيب بينام كويس، خد بالك بيساعد المدرب. ما هو انا بحاول ان انا اساعدك ان انا استرتشات وتدليك وساونا واجهزه على اعلى مستوى. بس انت اللي لازم تبدا، لكن انت بقى بالظبط انت بقى البدايه من عندك. ودي يمكن ازاي نحل دي يا كابتن، يعني ان احنا نقيس دوت. معلش انا اخر سؤال لا بس احنا نطلع فاصل. العامل البدني مهم جدا، وخاصه مباراه في الساعه 3 في اجواء حر. ازاي يعني يبقى نقسم المباراه بشكل جيد جدا على اساس نبدا زي ما بنبدا زي ما ننهي؟ دي عايزه برضو ميزان من انواع يعني الشكل البدني. هل عن طريق الروتيشن، هل موسيماني محضر ان انا هبدا الشوط الاولاني مثلا بلعيب معين وخلال مثلا 60 دقيقه ادخل لعيب تاني عشان نبدا يبقى المستوى الجماعي للفرقه على المستوى البدني مستوى معدله جيد جدا خلال ال 90 دقيقه؟ زي ما قلت هادي كده، هو اكيد بيدور على التدوير الصحي بالنسبه له، يعني هو بيخرج اللعيب المجهد فعلا اللي مش قادر، زي معلول مثلا حصل اصابه في الخلفيه فخلاص ده اوريدي طبعا ما بيجازفش. البديل موجود الحمد لله، وبيقدر حتى كمان حته الجواكر اللي موجوده في الفرقه، يعني ايمن بيقدر يلعب لك مساك ويلعب لك باك ليفت، وايمن كمان اجهد فترات يا عيني الحمل اللي كان المباراه للمباراه، فاضطر ان ياسر ابراهيم يخش. فانت النهارده الحمد لله حتى الاصابات اللي موجوده بره بدات يعني تعود تدريجيا، ودي بردك من ضمن الحاجات اللي هتفيد الفرقه، لان انت زي ما انت قلت في اجهاد واقع جدا، كل 3 ايام 90 دقيقه حمل اقصى. فعشان كمان ارجع للثلاث ايام والعب مباراه محتاجة يعني فعلا زي ما قلنا. كنت بتلعبوا كام يوم يا كابتن ماهر؟ لا احنا كنا بنلعب، احنا عمرنا ما لعبنا كل 3 ايام، يعني جيل ده بصراحة يعني الواحد مشفق عليه. احنا كنا بنلعب من الجمعة للجمعة، فالنهاردة عندك استشفاء جميل ووقت وساعة ودلع ووقتك كله يعني. مسابقات دلوقتي كترت عن زمان، مسابقات اتحاد افريقيا كتير ومنتخبات والسوبر يعني بالظبط ورا بعض يا عيني. ودي خد بالك يعني كمان من ضمن الحاجات اللي اصابت اللعيبة. انت عارف موسيماني 5 اشهر هو ما عملش فترة اعداد خالص، يعني بقاله 5 اشهر شغال هو ما عملش فترة الاعداد، هو كله يا عيني على 3 ايام بطولات بالاستشفاء و و و واللعيبه مساعداه. ما انت كمان الحمد لله رب العالمين القماشه الجميله موجوده عليها لعبتنا مساعده المدير الفني بشكل كبير جدا، يعني هو برضك مستر موسوماني ما وصلش للحاجات اللي هو بيحلم بيها، هو عايز يوصل للتسليم والتسلم والبساط اللي فيها 15 نقله وبعدين الثغره اللي تحصل اخش منها عشان اجيب جول، يعني ما لسه ده ما اتحققش لسه يا عيني في احلام. هو عارف ان جمهور الاهلي ذواق، عايز بطوله وعايز اداء وعايز مكسب طب واخد بالك، فطبعا دي صعبه جدا، معادله صعبه، المعادله يعني صعبه تلاقيها، هتلاقي مثلا مكسب الاداء مش مظبوط، تلاقي بطوله يعني. فانا يعني مشفق عليهم جدا بصراحه، وعايز اقول لك ده حلاوه كره القدم. صحيح. انت النهارده كلنا مستمتعين، احنا هنا في الاستوديو مستمتعين منهم، وهم كمان مستمتعين مش هم اللي بيعيشوا احسن لحظاتها، احنا اللي بنعيشوا احسن وجمهورنا الاهلي احسن لحظاتنا برضو خد بالك. يعني طبعا الناس مبسوطه جدا من النادي الاهلي واداء النادي الاهلي، ولايق علينا الفرحه يا كابتن ماهر، لايق الفرحه طبعاً. يعني الناس ليها حق تفرح ولايقه عليهم الفرحه، الفرحه حلوه بالظبط. وهم كمان يعني انا بقول يعني سعاده الشعب المصري هي وجود النادي الاهلي. طبعا يعني الناس كانت تقول لك يا كابتن مان انت بتقول 70 80 مليون اهلاوي، 70 80 مليون اهلاوي حقيقي يعني. لان عايز اقول لك حاجه يا هاني سهام، انا ليا اصحابي في اسماعيليه ولاعيبه كبار يعني وبورسعيد والسويس والقناه، اللي كان الجزء ده يعني ضد النادي الاهلي شويه. عايز اقول لك ان كل بطوله انت بتاخدها الاجيال اللي موجوده في السويس الصغيره بتاهلاويه،
بدأت تكبر. فبدأ لينا قاعدة كبيرة لدرجة ان واحد منهم قال لي في اسماعيلية يا كابتن ماهر انا بخش القهوة مقسومة نصين، نص احمر ونص اصفر، ما كانتش موجودة قبل كده حقيقة. وده راجل يعني كابتن الاسماعيلي، فعايز اقول لك بقى في شعبية طاغية للنادي الاهلي. يعني زمان طبعا مع احترامي لنادي الزمالك النادي المميز النادي الجميل، كابتن مروان يوسف الله يرحمه قال لي ماهر في الاختبارات عشان انتوا بتاخدوا الدوري والكاس انتوا بيجي لكم 10,000 احنا بيجي لنا 100 واحد. يعني معلومه كنت اول مره اعرفها، يعني اختبارات نادي الزمالك 100 واحد موجود في الاختبار، وانت في مدينه نصر او في الجزيره بيجي لك بالالوفات انك انت البطل. الصغير اللي طالع ده، الناشئ الصغير اللي طالع ده عايز البطل. فين البطل احمر؟ انا مع الاحمر. ده كان كلام كابتن ابراهيم يوسف ربنا كابتن نادي الزمالك الله يرحمه. الله يرحمه. ودي يعني من ضمن الحاجات ابراهيم حبيبي عشة عمره الله يرحمه، كان يعني من افضل اللعيبه اللي جت زي هاني كده في المكان ده. فقال لي معلومه كنت حضرتك اول مره تعرفها. اول مره اعرفها ان احنا النادي الاهلي عشان بيكسب فالناس بتمشي وراه، الاجيال الصغيره بتطلع شايفه الاحمر العلم هو البطل، خاصة الاهلي ماشي وراه بيمثل مصر وبيمثل افريقيا في المحافل العالمية، وزي ما حضرتك بتقول طبعا ومعظم يعني طبعا ما بنغفلش طبعا دور نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك وقيمته، لكن بنتكلم على الجيل اللي طالع الحمد لله طالع على بطولات النادي الاهلي على المستوى المحلي على المستوى الافريقي على مستوى كمان العالمي من خلال مشاركته في المسابقات العالمية. ده بيدي انطباع اكيد يعني. ولازم نديهم حقهم برضه كمان هاني اسهام، ان فعلا نادي الزمالك عنده فرقة بقى لها سنه او سنتين لعيبه على احلى مستوى، فرقه محترمه صراحة. طبعا فرقه محترمه والمنافسه جميله، واحنا محتاجين المنافسه دي. صحيح. يعني النادي الاهلي محتاج المنافسه دي ومحتاج غير الزمالك كمان الاسماعيلي يبقى موجود، يبقى موجود انبي تبقى موجوده، يبقى في منافسه، لان احنا شايفين الدوري الحمد لله السنه دي يعني مستواه ناخد رايك برضه في موضوع الدوري ده. طيب بعد الفاصل نكمل كلامنا مع النجم القدير الكابتن ماهر همام في البيت الكبير. بنتكلم عن المباراة المهمة جدا والمرتقبة بين فريق النادي الأهلي وسيمبا التنزاني هناك على أرضهم بحضور 15,000 متفرج على الأقل. كابتن ماهر همام برحب بحضرتك تاني. بنتكلم طبعا عن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي. كنا بنتكلم عن مدى الصعوبات التي قد يواجهها الأهلي في هذه المباراة، ولكن برضو بنتكلم عن التشكيل في نفس الوقت المتوقع من قبل موسيماني. احنا وقفنا عند خط النص، وقفنا بحضرتك قلت ان انت يعني في خط النص بتفضل ان انت تلعب بصانع العاب والاعتماد على ثنائي دفاع ثنائي، لكن انا عايزه اتكلم برضو على قبل برضو ما نكمل بس التشكيل، عايزك ترتب لي المنافسه في المجموعه. احنا الاهلي بيلعب وسيمبا، الاهلي فاز على المريخ وسيمبا فاز على فيتا كلاب، ومعانا ايه تاني؟ يعني هم الاربعه دول واحنا الاهلي طبعا المتصدر. هيبان لنا بقى المباراه دي هيبان لنا سيمبا اخبارها ايه. يعني رتبها لي كده بعد بكره كده. يعني احنا سيمبا واخده 3 بونت، فواضح قوي ان سيمبا فارقه عن المريخ وعن فيتا كلاب. ايوه، فاحساسي كده ان سيمبا اللي هتيجي معانا، لان احنا شفنا المريخ، يعني مش هو ده عنده مباراه في نفس اليوم مع فيتا كلاب في السودان. المباراه اعتقد رايحه شويه، مباراه صعبه برضو على المريخ، لكن رايحه للمريخ وبالتالي المريخ هيبقى عنده ثلاث نقاط. ان شاء الله النادي الاهلي يفوز يكسب، يبقى احنا متصدرين، ويبقى فيتا كلاب متعادلين. لكن احنا شفنا المريخ، يعني مش هو المريخ اللي احنا تعودنا عليه قبل كده. يعني المريخ كان مش الاداء المتوقع. صحيح، من الفرق القويه جدا هي والهلال طبعا بيمثلوا كرة السودانيه زي الاهلي والزمالك يعني، لكن احنا ما حسيناش بالمريخ، يعني ما حسيناش ان المريخ حتى في اللعبة المحترفين اللي موجودين مدرب بقاله 10 ايام لسه جاي. بس انا في اعتقادي المريخ فرقه مش زي زمان، لكن فرقه كويسه. النادي الاهلي هو اللي حط رتمه، والنادي الاهلي هو اللي ضغط، رغم احنا يمكن الشوط الاولاني خرجنا 0-0، لكن السيطره على النادي الاهلي وهم كانوا محترميننا بشكل اكتر من رائع، فاحنا كمان كان لينا القدره ان هم ما نطلعش امكانياتهم قوي. لكن اعتقادي الشخصي المريخ في السودان بيفرق جدا طبعا. والمجموعه طبعا المجموعه شكلها ان شاء الله الاهلي يكون متصدر، لكن انت شايف مين بقى من خلال المشوار
اللي يكون تاني مع النادي الاهلي. انا عندي سيمبا. عندي احساس كده ان سيمبا دي ممكن سيمبا ممكن. الاهلي سيمبا المريخ ولا فيتا المريخ فيتا كلاب ده ترتيبك للمنافسه احساسي كده نفسه المجموعه الترتيب للمجموعه دي نعم. هيمشي خلال الفتره اللي جايه بهذا الشكل محمد شريف يعتمد عليه من بدايه المباراه في اعتقادك ولا لا يعني انا شايف ان الثلاثي مع راس الحربه انا شايف اجايه وكهربا وبعدين بويلا وقفشه تحتي يعني انا شايف يعني ده الجزء اللي احنا عايزين يحصل فيه ثبات اللي انا اتكلمت عليه في الاول ان ده بيحصل فيه تغييرات بشكل كتير لكن احنا محتاجين يبقى فيه ثبات الفتره اللي جايه في الخط ده الثبات هيدينا الارتاحيه هيوصلنا للاهداف اللي احنا بنسعى عليها كل ما يبقى فيه ثبات يمكن الكابتن هاني عارف الكلام ده بنبدا نقرا بعض بنفهم بعض وخصوصا لما يبقى 10 قفشه هو من اللعيبه الاذكياء جدا اللي بيبدا يقرا زمايله يعني مثلا كهربا بيحتاج الباص في رجليه ما بيحتاجش في مساحه اجايه ممكن يبقى في مساحه وممكن يبقى في رجليه ولا بيقدر يهرب في مساحات اقدر اعمل له اللونج باص اللي فيه خلق مساحه يهرب من وممكن اعمل له الباص اللي بيجيد العاب الهواء العاب يقدر يلعب بدماغه كويس دي كلها مبنيه على قفشه كل ما قفشه بيبدا يثبت ويقرا عقليه لعيبته اللي قدام هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نخترق دفاعات سيمبا ونقدر نجيب جوال وفي اي وقت كمان خاصه اعتقد رجوع اجايل هذا المستوى الرائع من خلال المباراه اللي فاتت ادى كمان اريحيه كبيره جدا لموسيماني بالاعتماد عليه لان احنا كمان من خلال عدم وجود الشحات عدم وجود طاهر محمد طاهر فبقى عندك مشكله في الاطراف لكن حلها اجايب وجوده ان اجايب زي ما حضرتك عارف بيلعب ناحيه الشمال ممكن يلعب ناحيه اليمين فده كمان محمد راس حربه كمان محمد شريف على فكره بيلعب طرف يمين وطرف شمال يعني محمد شريف لعب مع كابتن حسام البدري في اول مباراه واحرز هدف كان طرف يمين فزي ما بقول يعني انا متفق مع حضرتك على التشكيله ديت في وجود محمد شريف في وجود عناصر مهمه تنزل تغير الشوط الثاني من خلال سيناريو المباراه فاعتقد ده التشكيل من خلالنا احنا الانسب لكن طبعا رؤيه موسيماني هنشوفها ان شاء الله يوم الثلاث مع بدايه المباراه ان شاء وبعدين الله. يعني في ذكاء في لعبتنا الناس اللي بتقعد بره هو قاعد بره مركز يعني هو بيساعد نفسه انا مثلا شريف هلعب مثلا راس حربه هيبقى انا اشوف القلبين للدفاع دول اخبارهم ايه واقفين ازاي ايه الضعف اللي موجود عليهم اقدر اخترقهم ازاي فدي برضك من ضمن الاعداد الذهني للعيب اللي قاعد على الدكه بره صح بنشوفها دايما في اللقطات لما قاعدين بنركزين يعني زي المحترفين اللي بيشوفوا بره يعني ناس ما بتضحكش ما بتتكلمش ما بتهزرش يعني بتلعب معاهم وهي قاعده على الدكه وكمان انا عايز احيي وليد سليمان لان وليد كان في الجزئيه دي يعني وليد كان من ضمن اللعيبه اللي بتساعد المدير الفني بشكل كبير جدا لما بيبقى قاعد بره وينزل يصنع الفارق نتيجه التركيز ده واحنا شفنا طبعا ابو تريكه قبل كده وشفنا كابتن محمود الخطيب لما كانوا بيقعدوا على الدكه بره وهم بينزلوا الشوط الثاني لما بيطلب منهم بيصنع فارق بشكل كبير جدا للفرقه فده معدن لعيبه النادي الاهلي دي قيمه لعيب النادي الاهلي وقيمه اللعيب الدولي ان انا لما بنزل ببقى مؤثر ببقى انا زي المدرب يعني انا مدرب ولاعب في نفس الوقت لما بيطلب مني بنزل فعلا باثر بشكل كبير جدا في اداء الفريق ده بقى موجود عندنا ودي حاجه من ضمن الحاجات تحسب طبعا للجهاز الفني وتحسب لهؤلاء اللاعبين ان هم بيصنعوا لنا الفارق في وقت انت بتحس الدنيا قفلت يعني طول عمر النادي الاهلي في الدقيقه 90 والدقيقه 91 والدقيقه 92 فدي ميزه يعني كان عمرو اديب بيتكلم من يومين على مع الشناوي فبيقول له انا عايز اعرف السر ده انتوا ايه بتعملوه ازاي عشان اقدر اقول للناحيه الثانيه يعني فالشناوي طبعا يعني قال له احنا متعودين على كده احنا تورثنا من قطاع الناشئين تحت بالظبط واحنا بنمر بالمراحل دي لما كبرنا خلاص بقت عاديه بالنسبه لنا فدي ميزه من مميزات النادي الاهلي لا مش عايز اسال انا عايز ادي كابتن ماهر همام ورقه اتفضل عشان الورقه اللي معاك دي مليانه قوي طيب اتفضل الورقه اهي
ومعاك حضرتك القلم علشان دلوقتي تكتب لنا التشكيل من وجهة نظرك اللي انت قلته دوت. يعني هنحطه في الورق علشان نقارن ما بين تشكيل كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش اللي هينورنا كمان شوية، ونعمل مقارنة إذا كانت في مقارنة، ويعني نشوف بقى ونشوف بقى موسيماني يعني إذا كان لسه، طبعا هو لسه ما حطش التشكيل بشكل نهائي، ولكن إلى أن يعني يتم وضع التشكيل نكون احنا طبعا عرفنا من خلال خبرائنا اللي منورنا هنا في الاستوديو. عشان ندخل على الدوري بقى كابتن ان شاء الله. بتكتب بصوت واطي ليه بس؟ سمعنا وسمع الجمهور. خلي ورقه معانا عشان طيب كابتن محمد بيتفرج على ماشي صح. طيب وانت بتكتب التشكيله كابتن عايزين برضو من خلال رؤيتك للدوري المصري، يمكن احنا بدانا خلاص الاسبوع ال 14. طب ثانيه واحده، رؤيتك ايه للدوري لغايه دلوقتي؟ في مفاجات، في بعض الفرق اللي كان المفروض قبل بدايه الدوري بتتوسم فيها انها تكون في المربع الذهبي، مفاجات واداء الدوري المصري لغايه دلوقتي يا كابتن ماهر. يعني انا بحيي الصاعدين بصراحه، السيراميكا والبنك والمحلة غزل المحلة، وبحيي خالد عيد بالذات لان خالد عامل مجموعه من اللعيبه محدش يعرفها في الغزل، لكن بصراحه بيأدوا اداء رجولي واداء مميز بشكل كبير. غزل المحلة دلوقتي كابتن في المركز ال11 ب17 نقطه، بتتكلم على كمان البنك الاهلي يمكن تراجع شويه دلوقتي في المركز ال15، وكمان بتتكلم على سيراميكا في المركز الخامس بالظبط. وبعدين اسوان، واسوان طبعا عامل يعني مفاجاه، علاء بصراحه عامل علاء عبد العال عامل مجموعه جميله جدا يعني محدش يعرفها بصراحه يعني، لكن تحس ان يعني لعيبه يعني بلغه كره يعني عطشانه يعني جعانه عايزه يعني مجهود وروح وقتال وحاجه تفرح يعني. فانا بحيي كابتن علاء على ادائه مع اسوان، هو عنده من الخبرات اللي بيقدر يتعامل مع الفرق الصغيره وبيقدر يوقفها على حيلها بشكل كبير وبيقدر يجمع نقاط، ودي ميزه بصراحه في كابتن علاء. وكان لافت للنظر كابتن ماهر انه النهارده كل لاعيبه اسوان اللي كانوا بيشاركوا مع احمد كشري الموسم اللي فات كلهم تنقلوا، فان هو يعمل التوليفه بالانسجام ده مع اسوان ويعمل الاداء ده، فيعني ده شيء يحسب لكابتن علاء بصراحه. يعني انا بحييهم. النقطه الثانيه كمان هاني، احنا بقى محتاجين المقاولين والاسماعيلي يعني برضك الفريقين لكن جايين يعني واضح قوي. المقاولين المقاولين مش ده مكانته في الجدول يعني بصراحه. ايه اللي حصل له؟ لان انت يعني بتقارن برضو بالموسم اللي فات كان اداؤه ماشي بشكل كويس جدا، ايه اللي حصل له؟ ايه العرقله دي؟ الكيرف نزل بيه بعد افريقيا ووجوده في الدوري وفي المركز الرابع حصل نوع من الهبوط. احنا بلغه الكوره لما يحصل هبوط يبقى الشغل لازم يتضعف، يعني المجهود لازم يتضعف بشكل كبير عشان اطلع تاني. ايه اللي حصل المقاولين يا كابتن؟ ولما اوصل للقمه برضك اضعف الشغل عشان احافظ على الجزئيه دي. فالنهارده في جزئيتين مهمين جدا يعني. النقطه الثانيه الهربانه من المقاولين ان هو برضك باع لعيبه مميزه يعني طاهر، محمد طاهر وراجل سيف الجزيري أثر يعني برضك أثروا بشكل كبير جدا. متفتكرش يا كابتن إن الاستعداد للموسم الجديد ما كانش بنفس القوة الاستعداد للموسم اللي فات، وخروجه طبعا من الكونفدرالية مع طبعا الظروف اللي حضرتك بتتكلم عليها، في لعيبة خرجت، في إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا، لعيبة كتيرة جدا منهم الجهاز الفني، فما بدأوش يحضروا للموسم بشكل المعتاد، وبالتالي بداية خسارة وبعدين خسارة، وانت عارف طبعا الكرة دايما الخسارة بيجيب خسارة. فلغاية دلوقتي يمكن المقاولين فاز الجولة اللي فاتت، لكن وجهة نظر شخصيات ان المقاولين راجع تاني راجع بشكل افضل. قلنا يعني راجع هو الاسماعيلي، وبعدين كمان عايزين نحيي مجلس إدارة المقاولين العرب انهم حافظوا على عماد النحاس، يعني اللي احنا بنشوف كل 3-4 مباريات برضه بس رفض الاخفاق في مجلس ادارات الاندية بسرعة، يلا كل المدرب، لكن واضح قوي طبعا ان هم اداره محترمه وحسوا بالمجهود اللي عماد عمله قبل كده في تكوين الفرقه، في الوصول للمراكز اللي هم وصلوها السنه اللي فاتت،
والتوفيق وعدم التوفيق يعني هم مقدرين الجزئيه دي بشكل كبير، خصوصا المشرف على الكوره اتكلم في حق عماد بشكل جيد، محمد عادل المسؤول عن الاشراف لم نعتاده وقال صح يعني احنا ما قال لا عماد موجود معانا يعني دي حاجه بصراحه بتحسب لمجلس اداره المقاولين العرب، وهم حاسين بلعبتهم مسافه بس ان يكسبوا مباراه المقاولين راجع مره تانية. نفس الكلام بالنسبه للاسماعيلي، الظروف الصعبه اللي حصلت في الاسماعيلي من الناحيه الاداريه من الناحيه الفنيه من تغيير المدربين اثرت بشكل كبير جدا على اداء الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي في اخر مباراتين واضح قوي ان هو في حته يعني ثقه وهيبدا يرجع لمكانته الطبيعيه. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله بعد عودته المباراه المؤجله ان شاء الله باذن الله نقدر نتعامل معها بشكل جيد ونرجع تاني نركب الجدول، ولما بنركب الجدول كل الناس عارفه ان خلاص الامور في يعني. كمان مصر المقاصه رغم يمكن البدايه الصعبه جدا لكن وصل لغايه دلوقتي مع كابتن ايهاب جلال للمركز الثاني، في طبعا في لكن قفزه عاليه جدا يمكن جداً. من المراكز المتاخره للمركز الثاني كمان من الاشياء المميزه في الاسابيع الاخيره من الدوري. انا بحييها هاني كمان لان هو فعلا يعني مدرب محترم، مدرب عنده ثقه في نفسه وثقه في لعيبته، وهو كان في تحدي صراحه بالمجموعه اللي كان موجود معاه لعيبه كثيره مشيت جدا كمان. وفي تحدي يعني بصراحه إيهاب من المدربين اللي بتحسش بيهم لكن تحس بأداء لعبته صحيح. داخل الملعب صحيح. فأنا طبعا بحييه طبعا من خلال برنامجك ونقول له يعني المركز الثاني في فترة كانت الناس كلها فقدت الثقة في المقصة وفقدت الثقة في أداء المقصة، حتى هو كمان لمح كده ان هو انا ممكن امشي وممكن ما كان ظروف صعبة جدا لنادي المقصة لكن قدر يتغلب عليها صراحة يعني صراحة حاجة جميلة يعني. عايز اقول ان معظم مدربينا اللي موجودين في الدوري الممتاز بيجتهدوا بشكل كبير جدا، مغطين طبعا على الاجانب ودي حاجه بترجع ان مدربينا بقى عندهم وعي وعندهم ثقافه ودارسين وخبرات، كل ما بتقعد سنه مع فرقتك والسنه الثانيه بتكتسب خبرات اكتر، النتائج بتتحسن، فبنحيي كل المدربين المصريين الموجودين في الدوري الممتاز. واحنا بنحييك يا كابتن. متشكر جدا يا سهاد، نورتنا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا، ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله باذن الله يا رب ونبارك لكم باذن الله. طيب تتوقع النتيجه، ده السؤال بتاع الحلقه، تتوقع نتيجه المباراه كام؟ ان شاء الله باذن الله، انا عندي احساس بكره ان شاء الله هنجيب هدفين يعني باذن الله يا رب يا كابتن باذن الله رب العالمين ان شاء الله نبارك لكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا. بعد الفاصل نستقبل نجم اخر من نجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش في البيت الكبير.